نصف نهائي اليورو بعد مباريات كانت مميزة شوية في دور ال 16 ودور ال 8 ومباراة مملة في دور ال 16 برضه ودور ال 8 ومنتخبات صعدت كمفاجأة للبطولة وكحصنة سوداء في مباريات دور ال 8 مباراة السيمي فاينل ومباراة حتى دور ال 16 حتى وصلنا للسيمي فاينل. هنتكلم في حلقة النهاردة عن كل حاجة عن السيمي فاينل عن السيمي فاينل وعن الفرق كمان اللي خرجت من دور ال 8 وازاي الفرقة دي صعدت ولا الفرقة دي تستحق الصعود اصلا ولا لا. هنتكلم في كل حاجه عن السيمي فاينل بين اسبانيا وفرنسا وانجلترا وهولندا. فما نخش في اي حاجه انزل اعمل لايك لو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقات قهوه اليورو تجي لك اول ما تنزل على طول. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الهجاصين. اهلا بيك يا وجيه في حلقه جديده من قهوه اليورو. وحلقه النهارده بنتكلم عن سيمي فاينل اليورو بين اسبانيا وفرنسا وهولندا وانجلترا. انا رجعت بعد غياب كبير جدا لليورو ورجعت اتكلمت عن ماتشات توقعات دور 16 وماتشات من دور 16، ولكن بعد كده ما اتكلمتش عن باقي دور 16 وما اتكلمتش عن دور الثمانيه النهائي. وده بسبب ان انا اتسحلت شويه واتشغلت شويه مع الشغل وما كنتش عارف اصور. بس انا شفت الماتشات، شفت باقي الماتشات بتاعت دور 16 وباقي ماتشات دور الثمانيه، بس ما كانش عندي وقت ان انا اصور لهم فيديوهات. فبنعتذر على الحته دي، ولكن ادينا رجعنا اهو في السيمي فاينل وان شاء الله نتكلم على السيمي فاينل ماتش ماتش ونتكلم كمان على الفاينل وتوقعاتنا والدنيا دي كلها. هنتكلم النهارده اسبانيا فرنسا هولندا انجلترا. تعال نتكلم ونبدا من هولندا وانجلترا. ازاي الفريقين دول صعدوا اصلا للسيمي فاينل؟ وهل الفريقين دول يستحقوا ان هم يصعدوا ولا لا؟ هو ده اللي هنقوله. خلينا نبدا من هولندا، لان انجلترا عندنا كلام نوعا ما كتير عنها. هولندا، المنتخب الهولندي منتخب انت مش عارف تقيمه او انا مش عارف اقيمه. هل هو منتخب قوي وكبير جدا وبيعرف يكسب 3 رومانيا وبيعرف يعمل ريمونتادا على تركيا ويرجع ثاني في الماتش ويكسب ويصعد سيمي فاينل، ولا هو منتخب خدمته الظروف؟ انا شايف المنتخب هولندا خدمته الظروف، لان منتخب هولندا من وجهه نظري لو كان قابل حد من الجبهه الثانيه كان بالتاكيد ما وصلش سيمي فاينل. اي حد سواء فرنسا، برتغال، المانيا، اسبانيا، كل دول كانوا خرجوا هولندا من البطوله. ولكن اللي خلى هولندا النهارده تلعب سيمي فاينل يورو ان هي خدمتها القرعه. سبحان الله، حاجه كده بتفكرني زي البرتغال 2016 لما صعدوا احسن توالت في مجموعه كانت ضعيفه جدا، صعدوا احسن توالت وبعد كده راحوا للحته السهله او الجنب السهل وفجاه لقيت البرتغال في الفاينل وفجاه لقيت البرتغال تكسب البطوله. ممكن تلاقي كده مع هولندا، وارد جدا. هولندا بتعمل دور مجموعات عادي، مش قادر اقول على اللي هو قوي جدا او ضعيف جدا، عادي. تعادل مع فرنسا، خسر من النمسا وكسب مباراه، ف قشطه عدوا من المجموعات. احسن توالت، احسن توالت، دي خدمتنا. راحوا لرومانيا، كسب رومانيا 3 وعملوا ماتش كبير قوي قوي قوي. هتقول لي بس دي رومانيا، هقول لك ماشي وبتفق معاك ان دي رومانيا. طب الماتش اللي بعده قال لك يقابل النمسا تاني، ولكن النمسا بتخرج بمفاجاه كبيره جدا من تركيا. تركيا بتبدا تتفوق على النمسا وتزحها من البطوله وبتكمل طريقها في فكره الحصان الاسود وبتوصل لدور الثمانيه. تركيا كمان ضد هولندا بتتقدم على هولندا 1-0، والناس كلها بتقول لك اوه تركيا شكلها في السيمي فاينل، ولكن هولندا بيقدر يرجع في الماتش من تاني وبيجيب جون في جون وبيصعد للسيمي فاينل. المنتخب الهولندي مع كومان مش مقنع. طب بتقول لي طب يكسب ازاي يا معلم وبيصعد ازاي؟ انا شايف ان في بعض الافراد اون فاير هي اللي فارقه مع هولندا، زي خاكبو، زي تشافي سيمنز، زي مالين اللي بينزل من على الدكه بيقلب الماتشات. هي دي لعيبه كده قليلين فارقين مع منتخب هولندا. فيغريست حتى انا بنزل على الدكه، ولكن ممفيس ديباي سيء للغايه، سيء قوي 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 قوي، سيء جدا. ديباي بدا فرص غريبه وغريب بالقصه اللي عاملها وعامل بندانه وبتاع الرابر. ديباي الرابر مش لاعب كوره، سيء للغايه. ولو كان في مهاجم تاني احسن من ديباي في هولندا كان لعب بكل تاكيد، بكل تاكيد كان لعب. ولكن كومان كمدرب ما اقنعنيش مع منتخب هولندا. شايفه عادي، ممكن تلاقيه بياخد اليورو في الاخر، زي ما ممكن تلاقي انجلترا برضه تاخد اليورو في الاخر، زي ساوث جيت اللي محدش مقتنع بيه، ولكن بيوصل سيمي فاينال يورو تاني بعد ما وصل فاينال السنه اللي فاتت او اليورو اللي فات يعني. السنه دي بيوصل سيمي فاينال، ووارد جدا تلاقيه في الفاينال، وارد جدا. انا شايف ان المباراه دي 50-50. انجلترا مش كويسه، وحشه قوي وبتصعد كده بالبركه، والناحيه الثانيه هولندا مش سيئه ومش كويسه، عادي، فريق عادي. المنتخب الانجليزي بقى بيصعد ازاي بقى للسيمي فاينل؟ هقول لك انا. بيقابل سلوفينيا.
سلوفينيا بتعمل عليه ماتش، او سلوفاكيا ولا سلوفينيا، سلوفاك مش فاكر، سلوفينيا تقريبا، بس لخبط جدا بين الفريقين دول. سلوفينيا بيعمل عليه ماتش كبير قوي، وبيهزقه وبيتقدم وبيخليه بيرجع، يعني بيخلي منتخب انجلترا يرجع في الماتش في الدقيقه 94 بدبل كيك من بلينجهام. بعد كده بيكسب 2-1 وبيصعد. يلا صعدنا اللي بعده، بيقابل سويسرا. سويسرا بتلعب عليه ماتش كبير، بتضيع فرص، بيجيب كور في العارضه، بيجيب جول وبيتقدم، وساكا برده بينكس ساوث جيت وبيتعادل في الماتش وبيصعدوا بضربات الجزاء. طب ضد هولندا، هل المنتخب الانجليزي بنفس الشكل؟ هولندا هتطلعك. هولندا ولا هي سويسرا ولا هي سلوفينيا. سويسرا كانت كويسه ومميزه وافضل، وانا من وجهه نظري سويسرا افضل من هولندا اصلا، ولكن انا شايف ان هولندا بالاسم وبالتاريخ وبكل الكلام ده ممكن يعملهم فجاه كبيره وتلم في فاينل اليورو على حساب انجلترا عادي جدا، لان انجلترا سيئه، انجلترا سيئه. ساوث جيت ما عندوش افكار يا جماعه، ما عندوش افكار، ولا افكار دفاعيه ولا افكار هجوميه ولا افكار في بناء اللعب ولا افكار في وقفه الملعب. هو بيعتمد على الارتجالات الفرديه من فودن، من بلينجهام، من هاري كين، من ساكا، من بالمر، من رايس، من اي حد، لكن كفكره في الملعب ما شفتش بصراحه، ولا اي فكره ولا اي تكتيك ولا اي نيله. ساوث جيت نيلت النيله بصراحه، سيء سيء. مباراه انا مش شايف ان هي مباراه حلوه او مباراه ممتعه، تبقى مباراه ممله، مباراه غريبه، ممكن تلاقيها خلصت مثلا 2-1 1-0 ايا كان مين اللي فريق، ممكن تروح ضربات جزاء، يفضلوا ماشيين بقى ويتعدوا، ويفضلوا ماشيين بقى 0-0 1-1 ويفضلوا ماشيين لحد ضربات الجزاء، وارد جدا. ولكن انا شايف ان المباراه مش هتبقى افضل شيء، هولندا عاديه، انجلترا سيئه، ممكن تلاقيها تحول في السيمي فاينل، تتحول في الفاينل لو اعلم. ولكن انا شايف ان المنتخب الانجليزي سيء. ناس تقول لك طب ساوث جيت ايه دنيته؟ اقول لك ان في انجلترا الناس بتقول لك ساوث جيت تاريخي. ليه؟ لانه صعد سيمي فاينل كاس عالم، صعد فاينل يورو، ما كسبش بطوله، ولكن وصل لمناطق انجلترا ما كانتش بتوصل لها. وصل لمناطق انجلترا مع اجيال كبيره ما كانتش بتوصل لها. انجلترا ما لعبتش فاينل يورو، انجلترا ما وصلتش سيمي فاينل كاس عالم غير في 66 بقى لما خدت بطوله، من بعدها ما وصلتش. بيعمل انجازات ولكن ما بيحققش بطولات، بيعمل انجازات بكوره سيئه، باداء سيء، بشكل سيء، بكل حاجه سيئه، بكل حاجه سيئه بكل تاكيد. مباراه تبقى صعبه، مباراه انا مش قادر اتوقعها. هل هولندا قادره على الصعود؟ هل انجلترا قادره على الصعود؟ انا مش عارف، ولكن انا قلبي بيقول لي انجلترا هتكمل، وانجلترا هتبقى فاينل يورو تاني على حساب هولندا. هولندا مش قادره اللي تصعد للفاينل. منتخب شايف عادي، منتخب انجلترا عنده الفرديات الاقوى من منتخب هولندا وقادر على الصعود للفاينل. فانا توقعي لهذه المباراه انجلترا تصعد على حساب هولندا الفاينل اليورو. فرنسا اسبانيا، مباراه انا شايفها من وجهه نظري هتبقى مباراه هجوم ضد دفاع، هجوم من اسبانيا ودفاع من فرنسا. وهتلاقي فرنسا بقى بعد دفاع مستميت وبعد ما اسبانيا بتضيع فرص كتير، بتلاقي ان منتخب فرنسا كسبان 2-0 مثلا، بتحولات هجوميه، مبابي وديمبلي ولا مبابي وجريزمان ولا مبابي واي كلب هيروحوا طخ جون طخ الثاني، هوب بقينا فرنسا في الفاينل عادي وارد. ولكن انا شايف ان منتخب جماعه منتخب اسبانيا ممتع جدا، ممتع جدا، قدم مباراه كبيره قوي 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 ضد المانيا. مباراه كانت صعبه جدا ضد منتخب المانيا، ودي اللي تفوق بعد اصابه بدري ونزول اولمو. اولمو اللي نزل حول الماتش، مش نفس ادوار بدري ولكن بادوار تانية، وسبحان الله ممكن تكون ضرر ربة النافع ان لاعب يتصاب يخرج من الملعب ينزل بدل اللاعب يجيب لك جون ويعمل لك اداء مميز ويشغل نيكي ويليامز ويشغل لامين يامال ويشغل ناس كتير. وبصراحه دي لافونتي كان هيندم ندم عمره ان هو بعد ما كان 1-0 وخلاص الماتش بيخلص تلاقيه بيسحب لامين يامال في الدقيقه 60، بيسحب نيكي ويليامز، بيسحب مراتا، بيسحب مش عارف مين، وتلاقي اللعيبه اللي نازله مش قد اللعيبه اللي كانت بتلعب اساسيه. ولو كان المنتخب الالماني سجل الثاني كنت هترجع، ما كنتش هترجع. ودي حاجه انا شايفها اللي هم المدربين ما بيتعلموش، يعني المدربين ما بيتعلموش، ما بيشوفوش ان السيناريوهات دي حصلت كذا مره، وفي كل مره الفريق اللي بيعمل كده بيخسر. يعني دي لافونتي ده
ما اتفرجش على سيمي فاينل دوري الابطال السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات لما بايرن كان بيلعب الريال في البرنابيو وجاب جون وخلص الماتش وراح صاحب هاري كين وسحب ساني وسحب الناس ومعاد الناس وفجأة راح جون في الثاني وخرجوا بره البطوله؟ ديلافونتي ما شافش الماتش ده؟ خطا كبير، خطا كبير من ديلافونتي ان تتخرج اللعيبه دي كلها في وقت غريب، ده 60 ودي 75 اللي هو ماتش بيخلص اه، لكن انت لبست جون في اخر ماتش وتعادلت، كنت ممكن تخسر عادي جدا، ضربة جزاء وما عليها شكوك، اه تسلل من بداية اللعبة، اه لو ما كانش فيه تسلل كانت هتحسب ضربة جزاء بكل تأكيد، ولكن هي تسلل من بداية اللعبة بكل تأكيد، فبالتالي ضربة الجزاء مش ضربة الجزاء. منتخب المانيا كان ممكن يرجع في اللقاء ويجيب جون تاني ويكسب، منتخب المانيا أنا كنت مستمتع بيه جدا، كنت مستمتع ككورة، سيبك من بلد وسيبك من الأشياء اللي كانت بيعملوها زمان، ككورة كان منتخب المانيا ممتع جدا، ولكن كان يتفوق على المنتخب الألماني هو المنتخب الأسباني اللي طلعه من البطولة، منتخب أسبانيا بيلعب كورة أنا ما شفتهاش من زمان. وديلافونتي انا شايف ان هو مدرب ذكي، مدرب انا في المباراه دي لازم استحوذ على الكوره زي ماتش جورجيا كده، لازم استحوذ، لازم الكوره تبقى معايا عشان اعرف اكسب الماتش، فاستحوذ على الكوره والكوره كانت في رجله كسب الماتش. مباراه المانيا لا عادي، قال لك عادي ممكن الكوره ما تبقاش معايا واتخلى عن فلسفتي واتخلى عن هويتي ان هي التيك تاك بقى والكوره والاستحواذ وخلي الكوره مع المانيا عادي جدا، ممكن اروح بتحولات اجيب جوان، ده اللي كان بيعمله ديلافونتي، لان ناحيه تركت المانيا بتلعبه دفاع مان تو مان، ضغط عالي ومان تو مان ولاعيبه ماسكه لعيبه، والدنيا كانت صعبه جدا على منتخب اسبانيا، كان قدر المنتخب الالماني يتفوق على هذا الشيء، ولكن منتخب اسبانيا الشوط الثاني في هجمه في كوره في عرضيه بتنزل لامين يامال، لامين يامال ما بيطمعش فيها بيريحها لاولمو، اولمو بيخش يحط الجون الاول، وكان دي كانت رصاصه في قلب ناجلزمان. طب انا هرجع ازاي؟ خرج ونزل بقى فيرتس ونزل بول جريكو ويلعب هجوم كل في الكل، انا كده كده خارج البطوله، كده كده انا بره البطوله، فالعب الكل في الكل، وقدر يتعادل في اخر ماتش، كانت المباراه في اتجاهها في اتجاهها لضربات الجزاء، تلاقي نوير بيتعاملك والدنيا بتمشي والمانيا في السيمي فاينل، ولكن يا شاء العليم مورينو لاعب اسمه ميرينو بيلعب في ريال سوسيداد، محدش يعرف ده مين، بيطلع يحط كوره سينمائيه سينمائيه، ان هو يطلع في الهواء لوحده كل لعيبه المانيا بتتفرج عليه، كل لعيبه بتبص عليه، لعيبه اسبانيا ولعيبه المانيا بيتفرجوا على اللاعب وهو في الهواء وطالع بيتمطع وبيفرد جسمه وبيركب الكوره وبيحطها لنوير، نوير بيتفرج كله بيتفرج، فجاه دي 120 اسبانيا بتجيب الجون الثاني، اسبانيا بالسيمي فاينل، واسبانيا في طريق لكسب البطوله، انا شايف كده. هتقول لي فرنسا وديدي شامبل هجاص، اللي بقى ده عارف من اين تؤكل الكتف وبيعرف يلعب المباريات وبيعرف يصير المباريات، لا يا باشا ديشامب فاشل. هتقول لي يا باشا ده خد كاس عالم، وصل فاينل اثنين فاينل كاس عالم، كسب واحد فيهم ووصل فاينل يورو، ودي البطوله دي في سيمي فاينل اليورو ممكن يوصل فاينل ياخد البطوله، ازاي فاشل؟ هقول لك فاشل، هل مدرب معاه كل اللعيبه دي وكل النجوم دول وبيلعب الكره دي؟ هل يبقى معاه كل اللعيبه دي وكل النجوم دول ومنتخب البرتغال ينفضوا في الملعب كده ينفضوا؟ وكان البرتغال اقرب للفوز في دور الثمانيه وبيضيع فرص وبيشيل كور ومانيان بيشيل ورونالدو بيضيع ومش عارف فيتينيا يضيع وجو فيليكس يضيع وده يضيع وده يضيع وصالح مداح مش عارف تجيب جوان، مش عارف تصعد بماتش 90 دقيقه ولا 120 دقيقه توصل ضربات الجزاء، تصعب بفضل تضييع جواو فيليكس في العارضه وبتاع، وات ذس، ما هذا يعني دي شامب. ممكن تلاقي فرنسا في الفاينل، ممكن تلاقي ياخدوا البطوله بفضل الكره دي، كره قبيحه اللي بيلعبها دي شامب، ولكن دي شامب الناس تقول لك ايه يا باشا ده مدرب واقعي بيلعب دفاع، بيلعب دفاع منطقه، سواء انا هفضل واقف هلعب على التحولات الهجوميه هلعب على المرتدات مش همسك الكوره واروح اخطف جون اخطف الثاني واكسب الماتش من كره بقى مرتده من فاول من ضربه جزاء من كورنر كل الكلام ده، هل ده يعقل؟ هل ده منتخب فرنسا المنتخب الممتع المنتخب الجميل المنتخب اللي كنا الناس كلها وقعت في عشقه ايام بقى تيري هنري وزين الدين زيدان وفييرا والناس دي كلها؟ اكيد لا، اكيد مش منتخب فرنسا اللي احنا بنتمنى ان احنا نتفرج عليه بصراحه. انا واحد من الناس منتخب فرنسا بالنسبه لي مش ممتع، اه عنده بعض الفرديات وبعض اللاعبين ممكن تمتعك في ارض الملعب، لكن ما فيش جمل مش اشياء بتحصل، هو بص يلا ندافع ونلعب على المرتده ونرمي الكره لمبابي وربنا يسهل حاجه كده زي هيكتور كوبر مع منتخب مصر في 2018 و2017، انا هدافع هقف تحت الكوره ارمي طويله لصلاح ويلا صلاح اتصرف، ده اللي كان بيحصل، ده اللي بيعمله فرنسا. ولكن انا شايف ان المنتخب الاسباني
لا لا لا، منتخب اسبانيا انا حاسس ان هو هيمسك منتخب فرنسا هينفضه، هيفتشوا كوره، هيلعب معاه بطوله او يلعب معاه ماتش ما شفناهوش من اسبانيا قبل كده. لا من يامال بقى ونيكو ويليامز بقى، وتلاقي داني اولمو وموراتا ورودري من تحت بيدعم، وتلاقي بقى مش عارف مين، تلاقي منتخب قوي ضد منتخب اسبانيا ضد منتخب فرنسا. انا شايف مباراه تبقى صعبه جدا، مباراه تبقى ممتعه، هل بقى من جانب الفريقين ولا من جانب من اسبانيا بس انا مش عارف، بس مباراه تبقى ممتعه. ممكن تلاقي اسبانيا بتعمل العكس وهي اللي بتلعب تحت الكوره ومش عايزه تستحوذ وتلعب على التحولات عادي جدا. مبارياتها تبقى صعبه، سواء هولندا وانجلترا او فرنسا واسبانيا. انت خلاص وصلت لليفل الوحش، انت في سيمي فاينل خلاص، كل شيء وارد وكل المباريات 50 50. اصل الفريق اللي يوصل سيمي فاينل يورو او يوصل سيمي فاينل بطوله مجمعه بكل تاكيد هو منتخب كبير ومنتخب قوي عارف يكسب المباريات. قلت له بقى فريق ده قابل رومانيا وتركيا، وده قابل مش عارف سلوفينيا وسويسرا، وده قابل مش عارف مين. قال لك يا باشا مش مهم، هم هو صعد سيمي فاينل. صعد ازاي بقى؟ صعد بايه العوامل اللي ساعدته؟ قول لك كل الكلام ده ارميه على جنب، انت دلوقتي في مباراه 50 50 كل شيء وارد فيها، سواء اسبانيا فرنسا او انجلترا هولندا. توقعنا ان انجلترا هتوصل فاينل، وانا كمان اتوقع هذه المباراه ان اسبانيا هتتفوق على فرنسا وتوصل فاينل، يبقى فاينل اسبانيا ضد انجلترا. وده بقى ليه حديث اخر في وقت اخر. مهم تكون الحلقه عجبتك، تكون الحلقه ان شاء الله تكون عجبتك. قول لي رايك، قول لي توقعاتك في الكومنتس، هل شايف مين يصعد فاينل؟ شايف فرنسا واسبانيا مين يصعد فيهم؟ شايف هولندا وانجلترا مين يصعد فيهم؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان تجيلك اول ما تنزل على طول. كان معاك مصطفى، نشوفكم الحلقه الجايه، سلام.